النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. ليدرز سنتر. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير وملموس. درجات الحرارة كانت أعلى من 20 درجة مئوية في عموم مناطق المملكة، لامست 30 مئوية في مدينة العقبة. هذه الأجواء الحارة هي مقدمة لمنخفض جوي يتوقع أن يبدأ تأثيراته خلال يوم غد، تحديدا خلال ليلة الأربعاء على الخميس، سيكون مسبوق بهذا الارتفاع على درجات الحرارة كنتيجة لاندفاع لكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس الدافئ يوم الأربعاء، أي الطقس الدافئ سيستمر خلال يوم الأربعاء، ومنخفض جوي يبدأ تأثيراته خلال ليلة الخميس على أو ليلة الأربعاء على الخميس. ويوم الخميس تتعمق الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي، وبالتالي تسود أجواء شتوية في أغلب مناطق المملكة. صور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم. كان الطقس صافي خلال ساعات الصباح، لكن التحقت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية نحو المملكة خلال ساعات ما بعد الظهيرة والعصر، هي ناتجة عن الجبهة الهوائية الدافئة في مقدمة المنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا في وسط البحر الأبيض المتوسط. للحديث أكثر عن التوقعات الجوية وتوقعات الأمطار المرافقة لهذا المنخفض الجوي، نستعرض هذه الخريطة الجوية لتوزيع الأنظمة الجوية المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس. هذه الكتلة الهوائية الدافئة التي أثرت علينا خلال الفترة الماضية وخلال نهار اليوم وخلال ويتوقع أن تستمر خلال يوم الأربعاء، سرعان ما ستبتعد هذه الكتلة الهوائية الحارة ليحل محلها هذا المنخفض الجوي الذي سيعمل مركز هنا فوق جنوب تركيا، يكون مسبوق بجبهة هوائية باردة تبدأ تأثيراتها اعتبارا من ليل الأربعاء على الخميس، تعمل على تكاثر الغيوم، تعطل زخات أمطار رعدية في عموم مناطق المملكة من إربد حتى العقبة خلال ساعات ليلة الأربعاء على الخميس. يوم الخميس تتحرك وتبتعد هذه الكتلة الجبل الهوائية الباردة بعيدا عن المملكة ليحل محلها هذه الكتلة الهوائية الباردة، وبالتالي يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة، تبقى فرصة الأمطار واردة على المنطقة الشمالية تحديدا، تتراجع فرصها على المنطقة الوسطى والجنوبية على أن تعود وتتحسن مجددا فرص الأمطار مع ساعات ما بعد الظهيرة في المنطقة الوسطى مع استمرارها في المنطقة الشمالية. تفاصيل أكثر حول ما كنا نتحدث عنه في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة، هذه الخريطة ليوم الأربعاء صباح يوم الأربعاء، تبقى المملكة بعيدة عن تأثيرة هذا المنخفض الجوي، هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي تبدأ تدريجيا تقترب من المملكة لتصل مع ساعات منتصف ليل وما بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس. لاحظوا كمية الأمطار أو المناطق المشمولة بالأمطار خلال ساعات ليل الأربعاء على الخميس مع مرور الجبهة الهوائية الباردة تشمل إربد عمان ووصولا حتى العقبة، مرورا بكل هذه المناطق بكل القطاع الغربي من المملكة. هذه الأمطار تكون رعدية تترافق أيضا بتساقط لحبات من البرد. الجبهة الهوائية الباردة تبتعد خلال ساعات الليل المتأخر من يوم الأربعاء، وخلال يوم الخميس تدخل الكتلة الهوائية الباردة الرئيسية المرافقة لهذا المنخفض الجوي، تتراجع فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية والوسطى خلال ساعات نهار يوم الخميس، تبقى فرص واردة في المنطقة الشمالية، لكن اعتبارا من ساعات ما بعد ظهيرة يوم الخميس تعود وتتحسن فرص هطول الأمطار في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة عمان، تبقى فرص الأمطار خلال ساعات الليل لكن تبدأ تتراجع تدريجيا اعتبارا من ساعات صباح يوم الجمعة، ليعود الطقس ليستقر مجددا أو يستقر نسبيا مجددا خلال يوم الجمعة، على أن تتأثر المملكة من جديد بمنخفض جوي آخر يتوقع أن يبدأ تأثيراته يوم السبت، تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، هذه الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي، يوم الأربعاء تبقى الأجواء دافئة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن سرعان ما تقترب هذه الكتلة الهوائية الباردة وتنخفض درجات الحرارة اعتبارا من ليلة الأربعاء على الخميس، ويوم الخميس تعود الأجواء شتوية، أجواء باردة في عموم المناطق،
ومطرة على فترات. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس غائم جزئي، ارتفاع واضح على درجات الحرارة الليلية بفعل هذه الكتلة الهوائية الدافئة التي نتأثر بها، 10 درجات مئوية، الملموسة 9 درجات، الرطوبة 69%، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة. التوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة: يوم الأربعاء طقس غائم بغيوم عالية بدون فعالية خلال ساعات النهار، 18 درجة مئوية. ليلا تبدأ الجو الهوائية الباردة بالعبور، تصبح زخات الأمطار رعدية أحيانا، 9 درجات مئوية. يوم الخميس فرصة لزخات من الأمطار، تكون فرصها الأفضل في العاصمة عمان تحديدا خلال ساعات ما بعد الظهيرة، لكن المنطقة الشمالية تكون فرصها واردة طول اليوم، 13 درجة مئوية كحرارة عظمى، تنخفض بشكل لافت مقارنة بيوم الأربعاء، 8 درجات مئوية كحرارة دنيا. يوم الجمعة يعود الطقس ليستقر مؤقتا، 13 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.